السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بهذا الفيديو إن شاء الله نتعرف على Tab Bar View. Tab Bar View الهدف منه هو عملية انتقال بين الوجهة ولكن عن طريق السوايب أو اللمس، تمام، بهذا الشكل. طبعا حتى يكون الموضوع واضح هنروح نعمل، نحن هناخد Scaffold بهذا الشكل، تمام، نعمل له قص حاليا ونعمل شيء اسمه Default Tab Control بهذا الشكل. الديفولت تاب كنترول بتقبل اثنين بروبرتي هن الريكوايرد هن اللينس والتشايلد. داخل التشايلد حرجع السكافولد لمساحته، تمام، بهذا الشكل، واللينس حاختار رقم 2 على سبيل المثال. طيب حلو كتير هذا الكلام. حنروح للتكست، بدل ما استعمل طبعا التكست حاكتب تاب بار فيو. التاب بار فيو بتقبل تشيلدرن، بس لو عملنا كنترول اس هلا حيعطيني خطا. ليه؟ لان انا هون عم اقول له انه عدد العناصر اللي موجودين داخل التاب بار فيو كدايركت يعني بشكل مباشر هن اثنين، وانا هون ما عندي ولا عنصر، فما في وصل بين العدد اللي انا كتبته والعناصر الموجوده داخل التاب بار فيو. فلو انا عملت اثنين ويدجت على سبيل المثال وليكن وائل، تمام، وباسل مثلا، طبعا التكست هو ويدجت بالنهايه لان ما بننسى هذا الشيء، فبنلاحظ انه التغى عندي الخطا. طيب شو استفدنا من هذا الكلام؟ استفدنا انه صار بامكاني اعمل سوايب، شايفين؟ صار فيني انتقل بين الاثنين ويدجت الموجودين داخل التاب بار فيو عن طريق اللمس بهذا الشكل. حتى يكون الموضوع واضح اكثر حنعمل التكست داخل كونتينر، او عفوا التكست حنخليها داخل كونتينر بهذا الشكل، تمام؟ طبعا هلا حيجي بعضكم يقول لي صار انا عندي ثلاثه ويدجت، الكونتينر والتكست والتكست. لا، ما عندك ثلاثه ويدجت، عندك اثنين ويدجت دايركت. انا عم اقول لك الويدجت الدايركت يعني الدايركت تشايلد داخل التاب بار فيو، يعني عندي انا رقم واحد اثنين. انا ما بيهمني عدد الوجهات اللي موجودين داخل وجهة محددة فيهم، لا، انا بيهمني الوجهة المباشرة الموجودة داخل التاب بار فيو كم واحدة، هن اثنتين. لان انا بكل بساطة فيني روح هون على فكرة بدل التكست اعمل كولوم، ما رح يأثر على اي شيء، تمام، كولوم مثلا، وداخل الكولوم ممكن انا اضيف عدد لا نهائي من وجهة التكست، تمام، نعرف في هذا الشكل على سبيل المثال. حلو، فبنرجع نشوف انه كل هذا الشيء موجود من دون اي مشاكل. انا اذا بهمني اذا العدد هاد بشير، يعني اللينس هون رقم 2 بشير الى عدد الوجهات الموجوده داخل تاب بار فيو كدايركت تشايلد، يعني كابن مباشر، الابن المباشر مو الاحفاد، لانه الكولوم تعتبر حفيد وليست ابن، انما الكونتينر هي الابن. فعندك كم ابن؟ الكونتينر والتكست. فاذا هي تملك حاليا اثنين تشايلد، تمام، ببساطه شديده. اما هذا التشايلد هو الكولوم هو يعتبر حفيد، والتكست يعتبر يعني او مثل حفيد ثاني مثلا، تمام. فانا بهمني الابن المباشر او التشايلد المباشر اللي موجود داخل التاب بار فيو. طبعا حروح اعمل هلا انا مثلا هون اثنين كونتينر بدل اثنين تكست، حتكون الموضوع اوضح. كونتينر، تمام، بهذا الشكل حاعطيه ويدز مثلا دبل دوت انفينيتي عرض لا نهائي، تمام، وراح اعطيه مثلا تشايلد تكست مثلا كونتينر 1. طبعا حاعطي الكونتينر كلر وليكن كلرز دوت مثلا ريد على سبيل المثال بهذا الشكل. طبعا اعطاني خطا لانه انا اخترت العدد هون 2، فلازم مثل ما اتفقنا يكون عندي اثنين ويدجت داخل التاب بار فيو، اثنين ويدجت دايركت يعني مباشر كابن مباشر، شايفين بهذا الشكل. في اول شيء اعطاني كونتينر 1 راح اخلي هي 2، تمام، راح اغير اللون لجرين مثلا عشان لما اقدر اعمل سوايب بيناتهم بهذا الشكل. هذا كونتينر 1 وهذا هو الكونتينر 2 بهذا الشكل، شايفين عم ينتقل بيناتهم من خلال اللمس بهذا الشكل. إذا أنا صار بإمكاني إني أعمل تاب بار فيو وضيف داخلها ويدجت، هي الويدجت بقدر أنتقل بيناتهم من خلال السوايب بهذا الشكل. هي الفكرة من التاب بار فيو. أوكي، حأعمل مراجعة سريعة جدا للأمور اللي أخذناها بهذا الفيديو. أول شيء أعمل ديفولت تاب كنترول وفي لينس، العدد هذا لازم يكون بيوافق عدد الويدجت اللي موجودة داخل التاب بار فيو، ليس جميع الويدجت وانما الويدجت الدايركت تشايلد، الابن المباشر. يعني مثلا التكست هذا لا يعتبر ابن مباشر، انما الابن المباشر هو الكونتينر،
يعني الوجهة اللي موجودة بشكل مباشر داخل التاب بار فيو، تمام؟ هي المقصود بالابن المباشر، تمام؟ فهون عندي كونتينر وعندي كونتينر ثاني، يعني أنا بكل بساطة فيني أروح أنشئ كونتينر مثلا كونتينر ثالث، أو فيني أنشئ مو شرط وجوز تكست، تمام؟ ما في مشكلة أبدا، قلت لكم واقف، فرح يعطيني خطأ، لازم هو عمل ثلاثة، تمام؟ بهذا الشكل، فصار إن فيني أنتقل بين التكست والاثنين كونتينر عن طريق اللمس بهذا الشكل، فلازم يكون إذا العدد الموجود باللمس متوافق مع الدايركت تشايلد داخل التاب بار فيو. التاب بار فيو طبعا مثل ما شفنا بتقبل تشيلدرن، وداخل تشيلدرن ويدجت، تشيلدرن تقبل ويدجت ليست من نوع ويدجت بهذا الشكل، فكل ما اضيف العدد هون بضيف عدد بزيد اللينس، تمام؟ اذا لازم يكون العدد متوافق ما بين اللينس وعدد الويدجت الموجوده داخل التاب بار فيو. التاب بار فيو مهمتها هو الانتقال بين الويدجت التشايلد الدايركت تشايلد الموجوده داخلها من خلال السوايب بهذا الشكل. بتمنى يا رب الفيديو يكون واضح وسهل وعجبكم، بالتوفيق للجميع.